هذا لقاء اللي هو من تنظيم مركز موازي بشراكة مع كلية الحقوق وهيئة المحامين وكذلك مجموعة من المؤسسات الأخرى. أهمية هذا اللقاء هو أولا كيتطرق لحماية الحقوق ديال المرأة وكيناقشها من زاوية الوطن العربي، والإعلام جميعا كون أن هناك إشكاليات كبرى بالنسبة للدول العربية. إذا في الأسبوع الماضي إذا لاحظتم تم تنظيم مجموعة من اللقاءات في هذا السياق، ولكن كانت عندها الطابع العمومية، القانون ضعيف مختلف دول العالم، ولكن ما يميز لقاء اليوم هو اختيار موضوع ديال الدول العربية، المرأة وكواقع الضمانات القانونية في ظل التحولات الديمقراطية في العالم العربي. كذلك كنعرفوا بلي أن النقاش غادي يكون صعيب، علاش؟ لأن التحول الديمقراطي راه ماشي في كل دول العالم العربي، بعض النماذج المملكة المغربية، تونس، بعض الدول. إذا هذا اللقاء كنعتبروه مهم وكيستحضر كذلك ضرورة ملائمة القوانين الداخلية مع اتفاقيات المعاهدة الدولية. علاش؟ لأن الدستور ديال 2011 من بين الإكراهات ما يجب الوصول إليه هو الملائمة بين القوانين الداخلية والقوانين الدولية. إذا هذا اللقاء ديال اليوم يجيب إلى أي حد بعد مرور 8 سنوات على تبني الدستور ديال 2011 لا أمل المغرب، من كنقول المغرب التشريعات والبرلمان كل ما يتم تبنيه في هذا السياق علاقة بالمرأة، واش مشينا واش ما مشيناش، شنو هو اللي جيد شنو هو اللي فيه اختلالات، أين هي مكامن الخلل، ماذا يجب القيام به. إذا هذا النوع من اللقاءات الأهمية ديالو راه حاضر معنا أساتذة ولكن كذلك قضاة من كافة التخصصات، الخروج بخلاصات أساسية ومهمة اللي من شأنها ماذا؟ من شأنها إغناء النقاش العمومي. يأتي هذا اللقاء أو هذا الملتقى الدولي الأول بمناسبة افتتاح المركز المغربي للتكوين القانوني أشغاله، وكذلك بمناسبة بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة. فكما تعلمون أن المركز المغربي للتكوين القانوني سطر مجموعة من الأهداف، ومن بين هذه الأهداف هي مناقشة المواضيع التي تعرف راهنية، والمرأة وموضوع المرأة حاليا يعرف راهنية كبيرة، لأن كما تعلمون أن الموضوع هو حقوق المرأة، أي ضمانات قانونية في إطار التشريعات الديمقراطية. إذا هناك علاقة جدلية بين الانتقال الديمقراطي وحقوق المرأة، بحيث لا يمكن لنا الحديث عن 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 الانتقال الديمقراطي أو عن مجتمع حداثي دون أن نسلط الضوء على القوانين الحمائية التي عرفتها هذه التشريعات، والتي القوانين التي تعمل على حماية المرأة. هذا من جهة. من جهة أخرى كذلك يجب الذكر أن في هذا الخروج الأول للمركز المغربي حاولنا أن يكون هناك، أن نستفيد من التجربة ديال تجربة الدول العربية، بحيث يوجد معنا في هذا الملتقى مجموعة من الأساتذة الباحثين والأساتذة المتخصصين أكاديميين ومهنيين من دول عربية مختلفة، من سلطنة عمان ومن موريتانيا من فلسطين، وكذلك هناك ممثلة الأقاليم الجنوبية، باعتبار أن في هذه المنطقة الجنوبية هناك مجموعة من الأعراف تعمل على حماية المرأة. اللقاء يأتي في سياق التحولات الذي يعرفها المجال العام المغربي من حيث النقاشات بشأن دور المرأة في المجال العام على مستوى المشاركة السياسية، على مستوى تأثير القرار العام، على مستوى نظام التمثيلية داخل المؤسسات السورية. طبعا هذا النقاش هو محطة من المحطات الكبرى لتعزيز مركز المرأة في المجتمع وتعزيز مركز المرأة في المجال العام. إذن هذا اللقاء سيكون موضوع تداول وموضوع نقاش من خلال المقاربات المتعددة، المقاربة القضائية، المقاربة الحقوقية، المقاربة السورية، المقاربة السياسية والمقاربة الإنسانية. لأن قضية المرأة في هذه السياقات يجب أن تعتمد على مقاربة شمولية. إذن هذا اللقاء هو لقاء يؤسس
لفكر جديد، لمقاربة جديدة، لأبعاد جديدة على مستوى جعل المرأة مركز اهتمام، وجعل المرأة كفرد صانع للقرار السياسي والتأثير في المجال السياسي.